كان محطوطين على ثبته كده. ايوه لعبت بقى. مين اللي كشفك من ود قالك على تلعب كره في نادي الترسانه؟ مفيش ما كان في كشافين اسمع عن عبد البقال عندكم في النادي الاهلي. ايوه وكان بقى الله يرحمه اللي توفى قريب كان في منطقه القاهره عم اللي اختاره. عم الدستوري؟ لا غير الدستوري. عبد الجواد؟ لا لا ابو جبل؟ لا اخر واحد لسه متوفي قريب. لا عم شاكر. ايوه شاكر. عم شاكر عباده. شاكر عباده الله يرحمه ويحسن اليه. ده عينيه كانت جميله قوي. ايوه كانت الناس بتلف في الشارع والمحافظات عشان تجيب لعيبه. ايوه وعينيهم كانت كويسه كمان. هو شافك بقى. اول وهله كده وانت داخل على الترسانه حسيت بايه؟ حسيت ب يعني ان انا بخوف طبعا لان اساطير موجوده. العب فين انا مع مين؟ مين بقى الاساطير اللي كانت كتير عشان ما انساش حد كتير. لا يعني زي مين؟ فكر الاجيال دي. يعني الجيل اللي انا حضرته كابتن شاذلي. لا دول خلي دول نبدا بقى من الايه؟ من مدافعين. مدافعين نبدا باشرف الالفي، همام الشريف. يعني اشرف الالفي رحمه الله عليه، همام الشريف باك شمال، اشرف باك يمين. دكتور وكان حاجه تانية يعني. مساك قلب دفاع كابتن خير حسين رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. لواء عبد المنعم الحاج الله يرحمه. انت لعبت مع لا انا اتفرجت على دول. اتفرجت على دول. لحقت خيري اللي هو السرد باك. كان الكابتن لواء عبد المنعم الحاج كان اعتزل يعني بطل. لعبت مع كابتن حرب الدهشوري ربنا يديله الصحه. طيب انت قلت على الديفنس نص الملعب بقى. نص الملعب بقى كان ابراهيم الخليلي الله يرحمه، فتحي بيوم الله يرحمه، طبعا كان كابتن ابو العز، حملاوي، دول كان نص ملعب. كانوا لحقوا الجيل القديم ده. وانا نص ملعب العب على مين؟ فابويا الله يرحمه بيشتكي، قلت له يابا ما تشتكيش انا صبري كويس وبتاع. كان ياما كابتن الشيوي. ايوه رحمه الله عليه عم الشيوي ده. قالوا عم الشيوي وانا بقول كابتن شيوي. طبعا لا لا لا, لا ده ليه افضل على ناس كتيره جدا. ده كرة الطب كده، الكرة ما تطبش يا بابا، فكان كلامه صح، يعني الكرة لما تطب كده ما بتبقاش بتاعتك. اللي هي هافولي دي. الكرة جات لك فما تخلاش تطب، يقصد يعني تخليها الكرة تكتمها. وكان يقول كان بقى مين بقى؟ أبو العز والحملاوي مين، وكان حسن فريد الله يرحمه، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، دول كانوا نص ملعب وتربية رياضية، فكان يقول يا معهد كرة ما تطبش. كابتن شيو. مش ممكن اختارني وانا عندي 18 سنه. طيب مين بقيت الفيرود بقى عشان بس نكمل؟ مهاجمين بقى ما شاء الله، كابتن شاذلي رحمه الله عليه، كابتن مصطفى رياض غزال مصر. ما هو غزلان كترت بس هو اول غزال ثم بعد منه. مصطفى رياض ده قصه ثانيه. من احسن السنتر فورورد جه في تاريخ الكره المصريه. جوه ال 18 ملوش حل. لا 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 لعيب ما حصلش. كان بيلعب زي بالجزمه السوري الكاوتش دي. لا بتجيله من الكويت. أيوه. هو يجيب الموس وايه يخفف الستارز. الستارز عاوزها تبقى عاليه عشان بيبقى عالي. لا لا كان حاجه تانية. كابتن مصطفى رياض، كابتن محمود حسن، كابتن حرب الدهشوري اللي هو حرب الدهشوري، حضرت انا حته 4-2-4 وبعدين ثم 4-3-3. طيب الوالد خدك من ايديك وداك نادي الترسانه. اول واحد قابلته في نادي الترسانه من المدربين مين؟ كابتن الله يرحمه زكريا مظلوم. زكريا مظلوم من اسوان ومن نوبه زي حالتنا. حصل لقاء بينك وبينه؟ طبعا كلمته؟ طبعا. ايه اللي حصل في الكلام؟ بقيت اتمرن مع ناس اجسام، واول مسابقه اتعملت تحت 15 سنه. يعني يا دوبك انضميت مع دول. وبعدين 16 سنه. انت لعبت في كل المراحل السنيه. الحمد لله. اول مره دخلت غرفه الملابس نادي الترسانه، ما خطرش في بالك كده انت ليه يابا وديتني نادي الترسانه ما ودتنيش النادي الاهلي اللي انا بحبه؟ ولا ما جاش على خاطر؟ ما جاش صراحه يعني خالص. لان انا شفت هنا عمالقه ونزلت تقسيمات معاهم حاجه برضو ما يتخيروش عن بتوع النادي الاهلي. ده كانوا مش عمالقه، كان اساتذه. بتلعب مع الترسانه طول عمرها من الفرق اللي تكسب الاهلي وتكسب الزمالك وتكسب كل الفرق كلها، وخدوا الكاس وخدوا الدوري. لا كان حاجه تانية. انت كنت بتلعب ماتش الشهير بتاع الزنكلوني. طبعا كنا هناخد البطوله. طب محمود عوض. والله ابراهيم الخليلي قال لي العب باك يا كابتن ابراهيم، انا بلعب في نص الملعب. العب. قال لي العب باك هتروح منتخب. الله يرحمه رحمه الله عليه. الله يرحمه يا سيدي كابتن. كان دمه خفيف وحاجه يعني. كان لعيب في نص الملعب. بقول لك الواحد كان فرحان انه فزت الناس دي وانا صغير. يعني